بفريق ال فريق ال ذكرني باسمه. انسى اسم فريقي واسمعني، عليك الابتعاد قدر الامكان عن النفق الذي امامك لانه نفق خطير جدا. شكرا على تحذيرك. هيا ايها الفريق انطلقوا. فيكي، كيف سبقتنا الى هنا؟ لم أركب دراجة، ركبت سيارتي وانطلقت فوصلت قبلكم، أليس هذا أفضل؟ فيكي، ماذا في النفق؟ النفق لا أعلم، كل الذين خرجوا كانوا يصرخون هناك وحش، وحش ضخم، هذا فقط. إذن ليس ياولونغ أو فريق الظلام؟ لا أبداً ليسوا هم، أظن أنه الوحش الذي كان ياولونغ يحاول إخراجه من بوابة الظلام، يبدو أنه نجح في إخراجه من البوابة أخيراً. هيا لندخل. أنا سأقود الفريق. ولماذا تقوده؟ الأفضل أن تقودنا فيكي لأنها تدربت مدة أطول. إن أردتم رأيي فلدي رأي مختلف، أنا أرشح باركر لأنه الأقوى، ألست على حق؟ هل تريدون أن يقودكم باركر حقا؟ إن أردت أن تقودنا في نفق مظلم لنقاتل عدوا لم يسبق أن رأيناه فتفضل، يمكنك ذلك، أنت الوحيد بيننا الذي يحمل اثنين من اليويو. اطمئن يا باركر، لا أريد يويو لوشي لأني أملك يويو أبيض كاليويو الخاص به تماما، أردت تذكيرك به. كلامك قبيح مثل وجهك.
يشبه أحدا. دعنا من وجهه الآن، فلنهجم وننهي أمره. توقف عن الثرثرة أيها الشاب. عندما لمسهما بيديه فصار شريرين.
مذهل، نحن أمام حالة جديدة والآن علينا أن نعالجها. هذا ما كان ينقصنا. سحقا، حسنا، أتسمحون لنا بالذهاب؟ نعم، يمكنكما الذهاب الآن، اقضيا وقتا ممتعا. كونا حذرين. دعونا نبحث. تعنى، ما رأيكم؟ أنا سأبحث شمالي المدينة. وأنا غربيها. جيد، وأنا في شرقيها. وأنا سأعود لمراقبة نظام الإنذار ولإطعام تاكو. أو لا، تاكو لم تتناول فطورها ولا غداءها ولا عشاءها أمس، بالتأكيد جائعة. لا. يبدو أن جنوبيها من نصيبي، لنذهب. ماذا هناك؟ ها؟ أريد أن أسألك عن أسلوبك في القتال، أريد أن أتعلمه. لماذا تريدين ذلك مع أنك توقنين بالتوازن؟ أجل، هذا صحيح، ولكن تجربتنا السابقة أثبتت للجميع أن نظرية التوازن خطأ. أواثقة بذلك؟ علينا أن نفعل شيئا، أي شيء، من أجل إنقاذ العالم. أظن أننا إن واجهنا الظلام بطاقة النور فسنتغلب على ياولونغ. حسناً، سآتي غداً إلى المبنى قبل مجيء رفاقك وسأدربك على التمرينات القتالية. جيد، شكراً. خطتك، أتريدنا أن نقفز على القطار؟ لا، لن نفعل ذلك.
سنذهب أنا وأنت إلى هناك ونترك ويلسون ومادي هنا، وعندما يصل القطار نطلق الطاقة نحوه معا وبذلك نخفف سرعته. وهل هذه الخطة ناجحة في رأيك؟ هذا الخيار الوحيد. تحركوا. وجهها إلى المقدورة الخلفية، فالوحش هناك. نحن في انتظارك أيها الوحش. لن تتراجعوا، إذا تحملوا نتائج عنادكم، تحملوا. اهدأ أيها الضخم، ضع مضربك على الأرض ودعنا نتفاهم وننهي الأمر بالتفاهم. إذا فأنت ترفض التفاهم. يا سلام، خسر الوحش القبيح مضربه فيما يبدو. انتبه يا سكوت. أنهيت أمره ولم يبقى إلا أنت أيها الصغير. أنت مخطئ أيها الضخم. تناوبوا أنتم على حراسته إلى أن تجدوا مكاناً آخر. انهض، هيا نذهب أيها الضخم. هيا، لن نستطيع الهرب. ماذا حدث؟ لماذا لم نعد نرى المخلوق؟
لأن أولئك الفتيان المزعجين تمكنوا من هزيمته. أفسد الطاقات اليوكواندو التي لديهم طاقة ظلام الوحش التي زودته بها، فقطعت الاتصال بيني وبينه. ترى كيف تغلبوا عليه؟ لحظة، إنهم أقوى مما تظن. إذا ستحتاج إليه أنا أعرفهم وسأساعدك على استغلال مواطن ضعفهم. لست في حاجة إليك. إذا احتجت إلى مساعدتك فستساعدني وأنت راغب. أدركت حقيقة، وهي أن فريق الشبان لن يستسلم بلا قتال. إن أرادوا القتال فأنا مستعد لقتالهم. أين فريق الظلام الذي حدثتني عنه؟ أحضره إلي. حان الوقت الآن للاستعانة به. أريده تحت إمرتي.